ازيكم؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده حبيت بس اتواصل معاكم واحب اشكر كل حد في صفحتي على الانستا او على الفيس او على قناتي على اليوتيوب بيتابعني وجرب وصفاتي وحب الوصفات او حتى ما جربهاش وما نجحتش معاه. انا بقول لكم اللي جرب وصفة يا ريت يبعت لي ويقول لي ايه اللي عجبه في الوصفة، واللي ما جربش او جرب حاجة وفشلت معاه برضو يبعت لي ويقول لي ما نفعتش معايا وطلعت وحشة، واحنا هنشوف الغلط كان فين ونصلحه. انا يهمني قوي التفاعل بتاعكم معايا ومع صفحتي. طبعا الناس اللي بتتابعني على انستا، انا شيماء دياب وليا صفحة على فيسبوك اسمها شوما كيتشن، وكمان قناة على اليوتيوب اسمها شوما كيتشن. دي كل الاكونتات بتاعتي، شوما كيتشن على الفيس وعلى اليوتيوب، وشيماء دياب على الانستا. ياريت تتابعوني وتشرفوني وتنوروني، وكمان تتفاعلوا مع البوستات وتطبقوا وتبعتولي. انا بشكر كل واحد بيتابعني وقال لي كلمة كويسة وساعدني اني اكبر قناتي وصفحتي. انا بحبكم، وان شاء الله باذن الله بدعمكم ليا، وبعد فضل الله قناتنا هتكبر وصفحتنا هتكبر، وان شاء الله هتبقى احسن حاجة في الدنيا. كمان عايزة اقول لكم ان احنا كنا بنعمل لايفات قبل كده، لو انتوا شايفين ان اللايفات دي كانت كويسة وكانت بتجيب نتيجة، احنا ممكن نعمل تاني اللايفات، بس ياريت تبعتولي وتقولولي يلا بينا نعمل لايف، يلا ردوا على الستوري دي، ياريت ياريت ما تحرمنيش من التفاعل بتاعكم، لاني الحاجة الوحيدة النتيجة اللي انا بعمله او اللي انا بنزله هو التفاعل بتاعكم. ما فيش اي حل تاني غير انكم تتفاعلوا وتحسسوني ان انا موجودة علشان اقدر اكمل. انا بحبكم وان شاء الله اقدم لكم كل اللي بتحبوه. باي باي.